عبقرة العائلات الموسم الثاني، وهفكركم بالنتيجة. 60 عائلة سالم، 50 عائلة سلطان. المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. عائلة سلطان اختارت الأستاذ ماجد اتفضل، وعائلة سالم اختارت الدكتور كمال اتفضل. 10 أسئلة في 45 ثانية. دلوقتي عائلة سلطان هي اللي هتبتدي الأول. دكتور كمال اتفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لنا. اتفضل يا أستاذ ماجد. حضرتك عارف تحت الضغط، صح؟ أكيد. لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ باص. لو ما قلتش باص أنا هفضل ساكت. أوكي. تعال نطمن على الأستاذ كمال. سامع حاجة خالص. تحت الضغط كاونتر. كم عدد ألوان علم دولة هولندا؟ باص. من هو السلطان الأيوبي الملقب بالناصر؟ صلاح الدين. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة رومانيا؟ باص. من هي الفنانة التي قامت بدور فؤادة في فيلم شيء من الخوف؟ شديد. صح. أي المدن المصرية تلقب بمدينة المائة باب؟ القاهرة. غلط. إيه؟ ما هو لون النجمة في علم دولة كوبا؟ أخضر. غلط. في عهد أي حاكم لمصر ظهرت جريدة الوقائع المصرية؟ باص. ما هو نظام الحكم في دولة عمان؟ سلطاني. صح. مطربة مصرية صاحبة أغنية عصفور فمن هي؟ شادية؟ لا، إجابة غلط. تفضل. كم إجابة صح؟ ثلاث إجابات صحيحة. سليم من فضلك عايزين الأستاذ كمال ينضم لينا. ثلاث إجابات صحيحة، مع إن كان في أسئلة الحقيقة كانت سهلة. هنشوف. تركز فيها. تفضل يا دكتور. دكتور عايز تعرف الأستاذ ماجد جاوب على كم سؤال ونخليها مفاجأة. خليها مفاجأة في الآخر. خليها مفاجأة. لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ باص أو نيكست. تحت الضغط كاونتر. كم عدد ألوان علم دولة هولندا؟ واحد. غلط. من هو السلطان الأيوبي الملقب بالناصر؟ صلاح الدين. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة رومانيا؟ بس. من هي الفنانة التي قامت بدور فؤادة في فيلم شيء من الخوف؟ شادية. صح. أي المدن المصرية تلقب بمدينة المائة باب؟ الأقصر. صح. ما هو لون النجمة في علم دولة كوبا؟ أزرق. غلط. في عهد أي حاكم لمصر صدرت جريدة الوقائع المصرية؟ محمد علي. صح. ما هو نظام الحكم في دولة عمان؟ ملكي سلطان. صح. مطربة مصرية صاحبة أغنية عصفور ماجدر. تفضل. تفضل حضرتك. كده عندنا ثلاث إجابات صحيحة من الأستاذ ماجد، وخمس إجابات صحيحة من الدكتور كمال. وكمان الأستاذ ماجد هتدي للدكتور كمال 10 نقط هدية. تفضلوا. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كم عدد ألوان علم دولة هولندا؟ ثلاثة. ثلاث ألوان بالضبط كده يا مريم. ما هي اللغة الرسمية في دولة رومانيا؟ اللغة الرومانية. بالضبط يا منار، اللغة الرومانية. ما هو لون النجمة في علم دولة كوبا؟ أخضر. أبيض. أبيض. نجمة في علم كوبا أبيض. مطربة مصرية صاحبة أغنية عصفور فمن هي؟ حلمولي. لا، هي عايدة الأيوبي. عايز أرجع للسؤال اللي هو ما هو نظام الحكم في دولة عمان؟ فهو فعلا سلطاني ملكي. إجابتك صح يا دكتور كمال. سلطان أو ملكي، الإجابتين صح. ليه بقى؟ علشان الدول اللي بيحكمها سلطان أو ملك أو أمير أو دوق، كلها اسمها نظام حكم ملكي. تمام. دلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لعيلة واحدة بس. أول اتنين مدام فاطمة تفضلي، ومدام عبير تفضلي.
وهيبقى معانا ورقة وقلم، لأن السؤال الأول هيحتاج ورقة وقلم. السؤال الأول: قدرات ذهنية، حل المسألة الآتية: 24 في 2 زائد 46 في 3 يساوي كام؟ ثانية 176. ما خلاص، المشكلة ان الكاونتر خلص. اجابتك ايه؟ 186. اجابتك صح، بس للأسف الشديد كان الوقت خلص. هارد لك يا مدام عبير، وفرقت معاك على 10 نقط، مش عارف هم راحوا فين، اختفوا فين. الإجابة الصحيحة 186. اتفضل مريم وجهاد، جهاد ومريم، هنشوف مريم وجهاد والهدف الأول لمين. ما عندناش أهداف، صح؟ مريم 65 و 25 يبقوا كام؟ 90. جميل جدا. و 95 و 25 يبقوا كام؟ 120. بالظبط كده. السؤال الثاني: تاريخ تولى الملك فيليب حكم إحدى الدول الأوروبية عام 2013، فما هي؟ فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. فرنسا جمهورية يا مريم. جهاد: السويد. السويد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة بلجيكا. تفضل. ميان ومنار، اتفضلوا. منار وميان، ولسه ما عندناش أهداف، فبقت الإجابة بقت ليها قيمة كبيرة جدا جدا. مش محتاجين ورقة وقلم، مش محتاجين ورقة خالص. السؤال الثالث: إلى أي دولة آسيوية تتبع جزيرة بورو؟ الهند. الهند إجابة خاطئة. منارة عندك إجابة؟ تفضلي. إندونيسيا. إندونيسيا الهدف الأول، برافو عليك يا منار، هدف بلا مقابل. ودلوقتي أستاذ ماجد اتفضل، دكتور كمال اتفضل. آخر سؤال: الموقف كالآتي، عيلة سلطان محتاجين تتعادلوا، صح؟ إن شاء الله. لو الإجابة عندك صح خلاص رجعت 25 نقطة. ميان ومنار انتوا الاثنين هتكتبوا، اتفقنا؟ السؤال الرابع: معلومات عائلية، ما هي الأكلة المفضلة للإبنة الصغرى؟ ميان ومنار انتوا الاثنين هتكتبوا، تمام؟ معايا إجابة ومعايا إجابة. طيب هنبتدي بمنار. ايه يا منار؟ الأسماك. الأسماك هي إجابة الدكتور كمال، ده العيلة كلها. طيب ميان أكلتك المفضلة ايه؟ مكرونة. ده يعني مكرونة بالصوص الأبيض. فعلا الهدف الأول، تفضلي. ولكن عيلة الدكتور سالم هي اللي كسبت ال 25 نقطة. النتيجة اتغيرت: 120 عيلة سالم، 65 عيلة سلطان. عيلة سلطان المباراة صعبت عليكم، الأمل موجود، ولكن محتاجين ترجعوا في المباراة في آخر فقرة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 37500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 92500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر.